مشاهدينا الكرام، لتعليقي أكثر على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم أستاذ مصطفى. بداية، مقتدى الصدر دعا إلى مليونية وافقت عليها كل الميليشيات، في أي سياق تأتي هذه التظاهرات التي دعا إليها الصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذه المظاهرة التي دعا إليها مقتدى الصدر واستجابت لها كل الميليشيات التي خرجت، الميليشيات الإرهابية التي خرجت من تحت عباءته أصلا باعتباره هو من أسس ميليشيا جيش المهدي، تأتي في سياق التوجيهات التي صدرت إليه من قبل أسياده في إيران، وفي إطار التآمر على ثورة تشرين، ثورة العراقيين المجيدة التي وحدت العراقيين وأعادت الوجه المشرق للعراق الرافض للاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، والذي يعني مقتدى الصدر حقيقة واحد من أهم وأخطر عملاء هذا الاحتلال، سواء الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الإيراني. يجب أن لا ننسى حقيقة أساسية أنه هو أول من أسس ميليشيا إرهابية لقتل العراقيين، وتفرعت منها كل الميليشيات الأخرى، وأعني بذلك ميليشيا جيش المهدي. وأيضا فيما يتعلق بالاحتلال الأمريكي، كان مقتدى الصدر هو أول عراقيين داخل العراقي الذين التقوا بقوات الاحتلال الأمريكية وهي تزحف من البصرة نحو بغداد، والتقوا به في صحراء النجف قبل احتلال بغداد. سيد مصطفى، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت إلى عدم الاستجابة لمليونية الصدر، إلى أي مدى تثقون في نبذ الشارع العراقي للطائفية وعدم الاستجابة لهذه الدعوات التي وصفوها بالمسيسة؟ ابتداء، يعني هذه الثورة كما قلت هي أعادت الوجه المشرق للعراقيين بعيدا عن الدعوات الطائفية اللتنة التي حاول الاحتلال الأمريكي والإيراني تسويقها طيلة السنوات الماضية. كان الخطاب العراقي في هذه الثورة عراقيا حقيقيا واضحا، لا ينتمي إلا إلى العراق ومستقبله وإلى تاريخه، ويرنو إلى مستقبل مشرق يوحد هذه الجماهير بشكل حقيقي. وبالتالي أنا لا أتوقع على الإطلاق استجابة من أي من العراقيين باستثناء الذين المرتزقة والعملاء الذين يعملون في هذه الميليشيات، أو المرتزقة الذين يعني يقبلون أن يبيعوا ضمائرهم ببضعة آلاف من الدنانير العراقية، ومن الذين يعني تحشدهم الميليشيات بأموال العراقيين المسروقة، كلما عنا لها أن تخرج مظاهرات هنا أو هناك لا تخدم طبعا جميعها. هذه المظاهرات لا تخدم أيا من مصالح العراق، هذه المظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر تخدم المشروع الإيراني في العراق. نحن كما يعلم الجميع ضد الاحتلال الأمريكي وضد مشاريعه في العراق، ولكن الاحتلال الإيراني عندما يدعو لإخراج القوات الأجنبية وتحديدا الأمريكية من العراق فهو لا يريد تأمين سيادة العراق، ليس من منطلقا وطنيا، ليست مطلبا وطنيا بالتأكيد، ولا يريد تحقيق أمن وسيادة العراق، وإنما يريد فتح المجال لإكمال كل حلقات الاحتلال الإيراني للعراق ضمن المشروع الفارسي العنصري الإرهابي الطائفي التوسعي. أستاذ مصطفى، اللجنة المنظمة للتظاهرات طالبت باستقلال العراق وإنهاء التدخلات الخارجية، في ظل السياسة التي تتعاطى بها الحكومة أو السلطة في المنطقة الخضراء، هل يمكن أن تكون منحازة أو يمكن أن تنحاز للعراق دون أي أجندة خارجية تؤثر عليها؟ ترامب الحقيقة الرئيس الأمريكي فضح بشكل تام، وهو ووزير خارجيته مايك بومبيو، عندما فضحوا هذه السلطة عندما قالوا أن العراقيين المسؤولين العراقيين يعلون يطالبون بإخراج القوات الأجنبية في العلن
ويعني يدعون إلى بقائها واستمرارها وتعزيزها في الثغر. وهذا حقيقة يعيد لنا ما قاله الشاعر الرصافي قبل عقود طويلة: لا يخدعنك هدهاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. هؤلاء هم الذين تآمروا على العراق، هم الذين استجلبوا الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، وهم الذين أمعنوا في تنفيذا لمخططات هذين الاحتلالين، أمعنوا قتلا وسرقة وفسادا وإجراما في العراق. وبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يكونوا في صف الشعب العراقي، وقد خرج عليهم العراقيون في هذه المحافظات المنتفضة الآن، أو في المحافظات التي انتفضت في العام 2013 أو ما قبلها في انتفاضة 25 شباط 2011، وهكذا. هؤلاء سقطوا تماما من أعين العراقيين، وأعتقد أن الجماهير التي خرجت بهذه الملايين لا يمكن أن تخدع بهذه الشعارات، سواء التي يدعو إليها مقتدى الصدر أو الشعارات التي يتحدث بها أقطاب عصابة المنطقة الخضراء. في سؤالي الأخير لك يا أستاذ مصطفى، المتظاهرون في العراق الآن يطالبون بتدخل أممي في تشكيل حكومة انتقالية، ما الذي أوصل المتظاهرين إلى هذه المطالبة، وهل يمكن الوثوق بالأمم المتحدة؟ الذي أوصل العراقيين إلى هذه النقطة هو عدم إيمانهم المطلق بأي حلول يمكن أن تقدمها هذه العصابة، ولا يمكن أن يقدمها دستور هذه العصابة المتحكمة بالعراق ولا إجراءاتها. لا يمكن الوثوق لا بالدستور ولا بالقانون الانتخابي ولا بمفوضية الانتخابات، ولا يوجد أي طرف حقيقي في العراق يمكن الركون إليه من أقطاب هذه السلطة، يعني يمكن الركون إليه لأن يكون ضامناً لتحقيق أو لإجراء انتخابات وتحقيق عملية سياسية سليمة ومستقرة. ولذلك من هنا كانت المطالبة الشعبية بوجود طرف ضامن، ولا يوجد غير الأمم المتحدة في الحقيقة باعتبارها منظمة دولية. نعم، العراقيون لاقوا الأمرين من ممثلي الأمم المتحدة في العراق خلال السنوات السبع العشرة الماضية، ابتداء من داميلو وانتهاء ببلاسخارت، ولكن لا يوجد، إذا كان العراقيون يرغبون ب يعني وجود طرف دولي ضامن، لا يوجد غير الأمم المتحدة وميثاقها وإجراءاتها وآلياتها مما يمكن الوثوق به. لكن التعويل الأساسي حتى هؤلاء الذين يطالبون بضمانات دولية أو بإشراف دولي، التعويل الأساسي من الجميع هو على وعي وإصرار وصمود هؤلاء الثوار العراقيين الذين كما قلت حققوا وحدة العراقيين وأعادوا وجه العراق المشرق بعيدا عن الطائفية والحزبية والعرقية، ويعني أكدوا صمودهم خلال الأشهر الماضية. عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.